فكرة الموضوع ده ممكن نكون المفروض نطبقه على فكرة في حياتنا في عموما، كل حاجة. ما ده يعني ده أي أساس. مشكلة ممكن الواحد يواجهها لازم المفروض الانفعال ما يخليش عشان كده هو في اللي ناس بتتحكم في انفعالاتها، وفي ناس تلاقيه على طول ردود أفعالها ردود انفعالية. كويس هو قوي، ده الفرق. حلو قوي. تعالى نخش شوية أكتر بقى في البورصة. وزي ما أنا قلت من شوية، الدولار كان عمال ينخفض واليورو عمال يطلع، وفي نفس الوقت والاسترليني على فكرة برضو ابتدى يطلع برضو أكتر، وفجأة بقالنا فترة بنقول إن الذهب عمال يتصاعد 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 لدرجة إن هو مرة واحدة 4 جنيه في يوم واحد. حقيقي. اللي بيحصل ده ليه؟ بص، انت دلوقتي اللي انت بتجمله ده اسمه انتر ماركت اناليسيس. انا بقى في فور ماركتس او 4 اسواق اساسيين، اللي هي الكرنسي او العملات، البونز سندات، والستوك ماركتس اللي هي الاسواق بتاعت الاسهم، والكوموديتيز السلع اللي هي منها الذهب. احنا بنشوف عالميا الاسواق دي ايه علاقتها ببعض. اول حاجه بيبقى بيأثر على كل حاجه الدولار. ليه؟ الدولار لما بيبتدي يرتفع او بينخفض بيبقى له تاثير على السلع، لان السلع طبعا عالميا مسعره بالدولار. تمام. فانا لو الدولار السعر بتاعه قليل، معنى كده انا عندي فرصه ان انا اشتري سلع اكتر. كويس. اوكي. فبتبتدي لما الدولار ينزل، ده العلاقه المظبوطه، العلاقه ينزل يبتدي الكوموديتيز والسلع تطلع. رحت اشتريت. بالظبط كده. لما تبتدي السلع تطلع بيحصل ايه؟ إن يحصل حالة من ارتفاع للأسعار زي أنت ما قلت، التضخم. التضخم ده يبتدي يخلي البنوك أو البنك المركزي يزود في الفايدة علشان التضخم ينزل. ولما الفايدة تنزل ده بيعمل يعني حالة عكسية على البورصة وعلى البونز. فهي دورة واسمها دي الدورة الاقتصادية بتاعت الفور ماركتس. فاحنا شايفين ان الدورة ماشية تمام، الدولار نازل. كانت العلاقة ابتدت الفترة اللي فاتت، في فترة الأزمة الاقتصادية اللي فاتت، العلاقة ابتدت تختلف. كان الدولار طالع والسلع طالع في نفس الوقت. دلوقتي لا، الدولار ابتدى ينزل، الكوموديتيز ابتدت تطلع، وطفرة عالية، طلوع جامد جدا في الذهب زي ما احنا شايفين، لان الفترة دي هي ده الاستثمار الامن. دايما أنا احنا بنلجا. اسال سؤال. اتفضل. دلوقتي لما الاقي الدولار طلع ممكن الذهب يبتدي ينزل؟ اكيد. حلو. ده العلاقه اللي هي مفروض في المرحله الاقتصاديه او الدايره بتاعه الاقتصاد بتاعنا. لان احنا قلنا انا لما الدولار بتاعي هيقل، انا هيبقى عندي فرصه ان انا اشتري سلع اكتر. لو انا استثمر اكتر وفي نفس الوقت ما يفضلش قاعد في البنك. يعني انا هقول لك حاجه، لو الدولار بتاعي هيجيب لي مثلا، لو قلنا الوقيه ب 1000 دولار، خلاص. لو الدولار بتاعي غالي، انا الناس الثانيه من مصر مثلا عايزه اخش اشتري، هغيره بعملتي، هيبقى بسعر عالي. انما لو انا الدولار بالسعر بتاعي اقل، هغير بعملتي بسعر اقل، فبيبقى فرصه ان انا استثمر في الجولد، فبالتالي هيبقى في قوه شرائيه على الجولد اكتر، وهيبتدي الجولد يطلع. ننتقل الى موضوع البورصه. انا قلت ان هو البورصه اتقفلت يوم الخميس، غلقت يوم الخميس على انخفاض. انخفاض حقيقي. طيب احنا بقى لنا فتره في انخفاض. انا هقول لك حاجه، لانه انا يوم الاحد اللي فات برضو كان في حاله انخفاض، والحد اللي قبليه برضو كان في يعني بقى لنا فتره عمال في فرق بقى بين انخفاض كتير او انخفاض قليل. احنا المره دي غلقت عن انخفاض قليل. امتى هنلاقيها غلقت ومرتفعه؟ بص تعالى نشوف كده بيج بيكتشر للبورصه المصريه، نطلع بره كده ونبص ونبص من بعيد. بالظبط. احنا لو قلنا هنبص على الاتجاه العام، الاتجاه العام هنقول من فبراير 2009 لما ابتدينا نلف ونطلع من القاع بتاعنا. كنا وصلنا 3380، فضلنا نطلع من القاع ده، وصلنا لاعلى نقطه كانت 7693، يعني مستوى 7700، وده كان يوم 15/4. وابتدينا من النقطه دي نعمل حركه تصحيح هابطه، وبعدين ارتدينا منها. وصلنا في الحركه دي نزلنا لادنى نقطه كانت عند 5814، يعني من 7700 نزلنا لمستوى 5814، وابتدينا نلف تاني. ده يعني ونطلع، وقفلنا اغلقنا يوم الخميس على 6879. حصل
يعني ده البيج بيكتشر. نبص بقى مرحله مرحله. لو قلنا احنا هنبص دلوقتي من نوفمبر 2009 ايه اللي حصل، احنا ماشيين منطقه عرضيه تقريبا من مستوى 5800 الى مستوى 7700 وماشيين كده اهو. ليه احنا ماشيين في المستوى العرضي ده؟ دايما اي مستوى عرضي اي سوق بيمشي فيه بيبقى علشان القوه الشرائيه قد القوه البيعيه. الناس مش متاكده زي ما انت بتقول، احنا امتى هنبطل نزول، احنا امتى هنطلع ونكسر ونعمل بومي، لسه الناس مش متاكده لان الاجواء العالميه حوالينا كلها ما فيهاش حاجه تاكد لنا ان الاقتصاد هيكمل في الريكفري، ان الدنيا هتبقى احسن. بس احنا حصل ريكفري طبعا من اللي احنا كنا فيه، ولكن عندنا حاله من التوقف او حاله من المنطقه العرضيه اللي احنا ماشيين فيها. تعال نبص بقى اكتر ونعمل زوم كده ونشوف الاتجاه القصير الاجل حصل فيه ايه. احنا قلنا من 5814 ابتدينا نطلع، وصلنا كانت اعلى نقطه 6945. 6945 ده كان يوم 5/10. وبعدين زي ما انت قلت ابتدينا نعمل ننزل ووصلنا قفلنا 6879 ده كان يوم الخميس. وكان الفوليوم حوالي فوق المليار. فاحنا في حركه تصحيح للاتجاه اللي احنا طلعناه من 5800، بس احنا عندنا لسه الاتجاه الاكبر عندنا 7700 المدى بتاعنا. مفيش حاجه مفروضه في السوق، ما نقدرش نقول ايه اللي مفروض، ولكن احنا بنقول ان ده اتجاه عرضي. فالاتجاه العرضي احنا بنقول ايه، بنعمل تريدنج او متاجره، بنشتري عند القاع اللي هو 5800 ولما يبتدي يطلع عند القمه ولو حصل ارتداد لاعلى بنبيع، لو حصل وكسرنا بنزود شراء لان ده بيدينا قوه ان احنا هنكمل لفوق. بس هل ده معنى كلامك ده ان احنا بننصح دلوقتي اللي بيضربوا في البورصه وعندهم اسهم في البورصه من مشاهدي نهارك سعيد، هل بتنصحيهم بايه في الفتره اللي جايه؟ الفتره اللي جايه دي بننصحهم ان احنا نبص على الاسواق عامه. احنا عارفين ان احنا طالعين من فتره، فنبتدي عارفين الدعوم، هنقول الدعم بتاعنا فين والمقاومه بتاعتنا فين، وعند كل مقاومه نبص. لو احنا قصير الاجل بعمل تريدنج، احنا الفتره اللي فاتت كنا ماشيين في حاجه اسمها قناه سعريه. القناه السعريه بتاعتي الحد العلوي بتاعها عند 6900 والحد السفلي عند 6700. لما وصلنا عند مستوى 6900 ابتدينا ننزل. لما ننزل عند 6700 نبتدي نعمل متاجره، ولو ابتدينا نرتد لفوق زي ما اقول لك، لو انا متوسط الاجل انا عندي الحدين الكبار انا اللي هو 5800 و7700، ببتدي اعمل تريدنج ما بين الاثنين دول. كل واحد بيقرر هو هيعمل تريدنج على، انا مثلا عايزه على طول اروح واشتري وابيع، فانا ببقى قصير الاجل. قصير الاجل هعمل ايه؟ هبيع هنا وهشتري هنا، قلنا حدين 6900 و6700. على قلنا الدعومه القريبه عندنا احنا قفلنا 6879، اول دعم عندنا 6780، وبعدين الدعم 6700. المقاومه اللي عندنا اللي هي البيك اللي فات او القمه اللي فاتت اللي هي 6945 ثم 700. ده بالنسبه للمؤشر اي جي اكس 30. وزي ما بنقول احنا فتره نبقى مترقبين.